بأرقام محددة عايزين نشوفها بكرة الصبح. حضرتك شايفة ايه ممكن مجالات تقليص الانفاق؟ انا هقول لك هل من ضمنها مثلا دمج الوزارات زي ما حصل، ولا احنا بنتكلم عن مسمى فقط لكن نفس العاملين هم نفسهم اللي بيتقاضوا نفس الاجور في الوزارتين بس تبقى تحت مسمى وزارة واحدة؟ لا شوفي حضرتك، انا شايفة بصراحة ما يعني انا شخصيا مانيش مبسوط. ليه؟ انا لما اجي اقول ترشيد انفاق انا كنت بتوقع احنا في ظروف طارئة، انا باطلق عليها ظروف حرب. كنت أتوقع وزارة حرب ما تزيدش عن 20 وزارة وإن يحصل تخفيض في الإنفاق الحكومي مش ترشيد، تنفيق أقصد تخفيض يعني يطلع السيد رئيس مجلس الوزراء الجديد يقول إحنا خفضنا أجور الوزراء بكذا، خفضنا الإنفاق على السيارات الفارهة وموازنة الوزارة بشكل عام. يعني حد الجمهورية في أفريقيا تنزلت عن 30% من راتبها، باعت السيارات الرئاسية، خفضت العربيات كلها باعتها، خفضت الباسات الدبلوماسية، خفضت عدد الوزراء، شعب فقير. ده ممكن يكون مؤثر، يعني ممكن يبقى التخفيض ده بشكل محسوس يوفر يعني دخل كبير للموازنة؟ هيوفر مليارات حضرتك. نمرة 2، هخش على موضوع بنتكلم فيه بقالنا سنين طويلة. أنا عاوز أشوف قرار أو قانون فوري بإلغاء الصناديق الخاصة. دي فيها 46 مليار جنيه، لا يصح ان لسه في ظروفنا دي نستثني بعض الفئات من الحد الاخر. احنا في حاله حرب، فلما اجي اقول انا عايز الحد الادنى وعايز الحد الاخر فلازم افتح الصناديق الخاصه. لازم فورا حضرتك ادي كل الدعم، وبكرر كل الدعم لوزاره الداخليه، لان لو ما عنديش استقرار في الشارع ما يكلمونيش خالص على دوله تستطيع تعمل انتخابات رئاسيه. انا حاسه حضرتك ابتدى ينمو داخلي شعور ان في قوة داخل هذه البلد وخارجها مش عايزة تعمل الانتخابات الرئاسية ولا البرلمان. فانا عاوزة امن في الشارع يؤمنني ان اقدر اعمل هذه الانتخابات. في صناديق اتكونت في الفترة اللي فاتت لخدمة مصر، انا عاوزة الصناديق دي نعرف فيها كام اللي بيشتغلوا فيها، دول متبرعين ولا بياخدوا فلوس؟ عملوا ايه؟ الاهم حاجة حيك في الفترة الجاية من وجهة نظري هو الامن، حقوق الناس البسطاء اللي هم بيعافروا فيها بقالهم سنين طويلة، وترشيد وتخفيض الإنفاق الوزاري وعلى مجلس الرئيس. ده لو احنا الحكومة دي تعمل الثلاثة دول مش عاوزين. ده لو احنا بنتكلم بشكل مثالي، لكن توقعات حضرتك الأقرب للتطبيق من ضمن يعني هذه البنود؟ تعرف حضرتك لو ما عملوش اللي أنا بقول عليه ده هتقوم ثورة تاني. طيب ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله الامور تستقر. شكرا جزيلا. انا برجو عفوا من الوزاره ما تقعدش تكلمني على الاستثمار والاستثمارات، مش الكلام ده غير واقعي في الوقت الحالي. شكرا جزيلا دكتوره بسنت فهمي الخبيره الاقتصاديه. طيب الاقرب للتنفيذ من ضمن هذه السيناريوهات او من ضمن هذه المقترحات؟ الحقيقه كل الكلام اللي بيتقال دلوقتي اتقال لحكومه الدكتور حازم الببلاوي واتقال لحكومه الدكتور هشام قنديل. هي الفكرة هو معروف بس اتخاذ القرار صعب في التحديات اللي بيخلقها من وجهة نظر الحكومة المواطن. لا، الصعوبة في اتخاذ قرار جريء، بس بداية وانا بختار مجموعة اقتصادية بداية مهم انه المجموعة دي تكون قضية على اتخاذ قرار. البيروقراطية الموجودة في الوزارات المختلفة ما تعوقش الوزراء عن اتخاذ قرارات حاسمة. مجلس الوزراء يكون متناغم بالشكل ومقتنع ومؤمن بموضوع العدالة الاجتماعية عشان القرار يتخذ ما يبقاش فيه تعدد كبير داخل الاجتماعات مجلس الوزراء. فالحقيقة احنا شفنا الكلام ده في الحكومة السابقة، حكومة الدكتور حازم الببلاوي، شفنا وجهات متباينة، شفنا شخصيات غير مقتنعة بموضوع العدالة الاجتماعية، غير مقتنعة بمبادئ الثورتين اللي قام بيهم الشعب المصري. وبالتالي الحقيقة كل الملفات الاقتصادية دي أنا شايف إن أمرها سهل، لكن هو القدرة على اتخاذ القرار هو الأمر الصعب. والحقيقة ده اللي أنا بتمناه من المستشار عادل منصور وهو بيكلف الحكومة في الاجتماع المرتقب فور حلف اليمين. يعني أتمنى إنه يشد التاني على ما تم التكليف به للحكومة السابقة، موضوع تهدئة الشارع، موضوع الأمن. أنا يمكن مش قلقان منه قوي لأن أنا شايف مجهود الحقيقة بيبذل، لكن الحقيقة الملفات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية أنا شايف إن هو ده ليه
دكتور هشام ما يبقاش في تعظيم لبعض الموارد اللي موجوده عندنا اللي بنتميز بيها، زي السيليكون، زي الفوسفات، زي الجرهه، من الموارد اللي موجوده عندنا اللي احنا متميزين فيها، بس ما فيش اي استغلال ليها، ما فيش مصانع، ما فيش بنيه تحتيه لاستغلال الموارد دي. خلينا نتفق على انه الاستفاده من الموارد المتاحه محتاج بيئه صالحه للاستثمار. نشيد بالمجهود اللي تم خلال الأشهر القليلة الماضية فيما يتعلق بمؤشرات إدارة السياسة النقدية اللي كانت بتحفز الاستثمار وتسعى لدفع معدل النمو الاقتصادي، سواء كان ضبط سوق الصرف، سواء كان الاتجاه لتخفيض أسعار الفايدة. دول ضبط سوق الصرف بس ما فيش، يعني ما فيش عملات. لو حضرتك رحت البنك في أي وقت عايز تغير عملة ما أنت مش هتلاقي. صحيح إن هو في ضبط للسوق اسميا، بمعنى إن السعر ثابت في البنك. طب روح بقى جرب إنك تغير فلوس في البنك، حتى لو ريالات، حتى لو عملة عربية، ما فيش يبقى هو ضبط اسمي بس، لكن فعلي كله شغال بالسوق السوداء، والسوق السوداء طبعا يعني الاسعار فيها ملاش اي علاقه بما هو معلن رسميا. هو الحقيقه القطاعين المودين الرئيسيين للنقد الاجنبي اللي الحقيقه واجهوا صعوبات بالغه خلال السنوات الثلاثه الماضيه، ملف الاستثمار الاجنبي ده بالتاكيد ملف كان مهم جدا، وملف السياحه. الحقيقه فيما يتعلق ببنود النقد الاجنبي الاخرى، ايرادات قناه السويس، استحواذات المصريين في الخارج، ما فيهاش تغيير كبير، لكن البندين الاصعب كان السياحه والاستثمار الاجنبي. مساله السياحه الحقيقه بوز فيها مجهود كبير، لكن الحقيقه برضه وده برضه من ضمن الموارد اللي يعني كان من المفترض ان يبقى زي مشروع قومي، استراتيجيه قوميه ان تعود السياحه في مصر لاكثر مما كانت. لان احنا قبل 2010 كنا بنتكلم اننا يعني احنا عندنا المقومات السياحيه اللي تجذب اعداد اضعاف الاعداد اللي موجوده حاليا. ما بذل من مجهود داخل وزاره السياحه خلال الفتره الماضيه في ظل التحديات اللي كانت بتواجههم يشكروا عليه. وامر جيد انه تم استمرار الاستاذ هشام زعزوع. لكن الحقيقه ملف الاستثمار الحقيقه لم يبذل فيه المجهود الكافي، لكن الحقيقه برضو المساله ما كانتش متوقفه فقط على تهيئه بنيه ومناخ الاستثمار، لانه الامر كان مرتبط بوجود سلطه تشريعيه، مرتبط بتهدئه الوضع الامني والسياسي، استكمال خريطه الطريق، الحصار اللي تقريبا كنا موجودين فيه على المستوى الدولي عقب 30 يونيو. الى حد ما الحقيقه وزاره الخارجيه بذلت مجهود كبير في تهدئه الوضع ونقل الصوره الصحيحه. فالحقيقه موضوع الاستثمار الاجنبي موضوع هام جدا، لكن الحقيقه مساله الاستثمار محتاجه بنيه وتكلفه، زي ما كانت بتقول الاستاذه بسنت فهمي انه الحقيقه مساله استقرار الوضع. طيب اخيرا وفي عجاله، تغيير اسم وزير الماليه الحقيقه مرات عده خلال السنوات الماضيه وصولا الى السيد هاني قدري، يعني هل ده بيصب في صالح الاستقرار المالي؟ انا دايما بفضل الاتجاه لتعيين الشخصيات من داخل الوزارات المختلفه. الحقيقه السيد هاني قدري من جوه المطبخ، من جوه الوزاره. مساله ان انا الحقيقه بجيب شخص بالباراشوت على وزاره ما، على ما بيبتدي يشوف الملفات الداخليه، على ما بيبتدي يتعرف على الشخصيات الموجوده داخل الوزاره، بيكون الوقت عدى. فالحقيقه السيد هاني قدري من جوه وزاره الماليه تقريبا الجزء الاكبر من حياته العمليه كان داخل هذه الوزاره، وبالتالي هو مش هياخد وقت طويل في العمل. لكن الحقيقه الدكتور احمد جايل على الرغم ان هو الحقيقه كان شخصيه اقتصاديه بارزه، الا انه برضه كان بعيد عن الدولاب الحكومي لفترات زمنيه طويله، وبالتالي خد وقت الحقيقه ضاع في التفكير والتعرف على الشخصيات وبناء سياسات. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره، شرفتنا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، اشكر لكم ايضا حسن المتابعه. غدا باذن الله اللقاء يتجدد في مشهد جديد.